بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مجال شهر رمضان تسمير ابن عثيم من كتاب كرة فرغامة إن شاء الله. جرى الله سبحانه وتعالى فكرك هنا تبالي فاتكم لو أسلعي من جمري هنا تبالي فدر ساتش الله سل قيام الليل ليلي تنستم قوم يالا تروفات كقرآن الحديث تمتم إكتو سعيتنا كذلك فاتل ملكتين عليه الصلاة والسلام: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وسلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ملابس حديث ده سنة إذاري قراءتش المجمرة: ومن صلاة الليل الوتر كمل هنا. ومن صلاة الليل كصلاة الليل وستم الدبل، كصلاة الليل وست ليلي تقوم مسكد كمل وستم الدبل. الوتر ويتر المسكد، ويتر المسكد كليلي صلاة المدبل، فهذا ويتر كليلي صلاة وستنا ومالتنا. صلاة الليل بلو ما نتعصر من يوم ليلة مستقر صلاة، صلاة الليل ببارن، صلاة الليل ببارن قيام صلاة الليل كتباله عند سوك عيشة صلاة بوهالة اسكا فجر نقه الدرس مستقر صلاة كله صلاة الليل ملو قالوا استدتك عن للا المالبنا. طيب سلازي ويتر كصلاة الليل استقباله أقله أي أقل الويتر يويتر تنشو ركعين عند ركعين عند ركعين كفجر ويتر صدر يبالن سلازي كليلي تيونة كستقر مالبنا عند ركع تسجل كليلي تيونة نجسجل ويتراس كيني وأكثره بتأم عبد الهني ودمو 11 ركعة عند ركع عنوان عنده تنشون نقدر نفكر من الناس حلو حتى هذا عند ركع عن طريق تلك لوس نتسوجان الله سبحانه وتعالى على هذا النج سنت الناس نتسوجان عند ركع كليلي سنستو مسكرين يتسجل عند ركع تسجل ويتر سجل ويتر سجل بنو مالتم ويتر من صلاة الليل كليلي صلاة تمدوا كليلي صلاة تمدوا هنا ويكر مالتنا على الأقل أقله ركعة إن شن يا ويتران قطرو عند ركعة عند ركعة كسجل ويتران كم وأكثره عبد الهني ودمو تلك أنيو 11 ركعة عند ركعة نور فيوتيرو عند سويتر ما درج يشلا بركعة بعند ركعة مفردة بتشا نت على ما بتشا عند ركعة بتشا مفردة من ما مفردة ما نت على ما عند ركعة بتشا نت على عند ركعة مسكت يشلا بعند ركعة ويتر ما درج يشلا عند ركعة مسكت ويتر يبالغ وين دمو بزوك سكر ابو على يلي صلاه مثنى مثنى لو نهود ثلاث ركعنا ونا تسكر ابو على من ترش علي ويتر ما درب يتل باند ما عند ركعه تقدر ويتر يدركوا فزي عند في ليل تسكر ابو على باند ركعه ويتر ما درب يتل فيوتيرو عند سو ويتر ما درب يتل بركعتين باند ركعه مفرده بتنيا بونس معناته لقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرت يا جبريل لنا حبه يودين هنا قال ان يوتيرا ويتر ما درب ما يودين هنا قال بواحده باند ركعه ويتر مسجد يفلقنا بعند ركعة ما ويتر ما درج يفلق فليفعل يسرع له من الصلاة عليه الصلاة والسلام يلي لي صلاة ليت ما ردوا نذر كأن صلاتهم قال لي من اليوم تطوع تر صلاة بنسجد ويتر إلا يلي لي صلاة كن يفلق إن كفدر مهلا من ما درج ما يلبر ويتر ما درج يلبر بمعنى ويتر ما نتلا قطر مالتنا له لتم ما يكفي نتلا قطر عند ذلك عند صوت عند سبات زتين أفران دي يتبال ودي لا يوتال النتي اللي هلت ما يكفل كتروش ويتر يبال عنده مالسي فلذي عند الزو كسجر أبوها على صلاته ويتر ما درغ عنده بذي ليلة ذكر باند ركع ورد فلت كسجر أبوها على ليلة بذل ركع كسجر أبوها ليلة ذكر عند الزو كله فلت عنده سجنة ما سوي اللبت من ما درغ عنده بذ نطلع قدر ما درغ عنده بذ بس انت باند ركع عيني شلا باند ركع لكذي حديثنا عند الله مالذي مالكين عليه الصلاة والسلام من أحب يودر يفلق يونس عن يوتر ويتر ما درق مالتنا بواحدة بعد ركعة ويتر ما درق يفلق فليفعي يسعو تبقل لهم تفقدوا عن مالتنا. رواه أبو داود والنسائي حديث الإمام أبو داود إن الإمام النسائي زد بوزا ويوتر الجمدة ما عندسه ويتر ما درق يشلال بثلاث بصوص ركعة بصوص ركعة هدت ويتر يبال شفعنا شفعنا هون صوص نتم كاتم ويتر كتب عليهم عن صوص عن سبع زقن يدور سفاند كيف يشلال ويوتيرو ويتر ما درج يشلال عند سو بثلاثين بصوص ركع ثلاثة يسجدنا بصوص ركع ويتر ما درج يشلال عند بصوص ركع مسجد عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرد تنيم بحدي ساكن قالوا من أحب يودر هناك قال أن يوتر ويتر ما درج بثلاثين بصوص ركع فليفعل يه مسرق تفكر عليك شلال بصوصكم بأنجم.
رواه أبو داود والنسائي إمام أبو داود إنه إمام النسائي ذكر بطل حديث يعني إلى أنه حديث قد تعلم عرفنا إذا قد تعلم هنا الذين هؤلاء ما درب جنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب سلازي بس استركع من سكري شلا بس استركع عند سو بس استركع ويتم هذا الشيء شلا نقول سو استركع كسر جل ويتر سكر ليه لي صنع سكر الله سبحانه أنا باقر على سكر عند سو مسكري شلا ليه تتوه عينه الله باقر على ذلك مسكر الله باقر على ذلك كمان كم هو لسه لسه سبلنا ما ترى شلا عند ركع من سكري شلا وين دم سو استركع عند سو ويتم هذا الشيء شلا نزل ذن نيجي سو استركع عشان ديك مسكري شلا بولت بين ويتم مسكري شلا كنا برا هذي وتحريك زي لك كتروك على لوكان الكتير هوي سوست ركع بس سوست ركع ويتر ميارك تكون ميارك تكون بولت بين ويتم مسكري شلا عندي يوم سوستم بس كذا ثاني سوستم بس كذا ثاني ممتاز شلا سوستم عندي كارجو بس كذا ثاني نعم سايك كمات ما عندي يوم يتجدد عند ركع كذا ينسان بولت بين ورك أي وردة ينسان من ما تيجي بولت بين ولا سايك كمات ما تيجي سايك كمات سوست يوم يوردة كذا ولا سوست يوم عليه كتير ولا تيجي تقول ما استعمل كذي شلا هي بندية عندك مسكري شلا سوست ركع ويتر ميارك تكون وإن دم من يركان فلتر كعيسى درا فلتر كعيسى درا يا سلام مثال فلتر كعيسى درا يا سلام مثال كذا على لسوس تيمو تنسبو عن دنيا مثال عن دون سبعة هي تقول يا سلام مثال بندزي بولت تيمو مركو بسوس تركع ويتر ما تدي شرا كتاع اللي تكسل لنا هنا فلتر يسوس يا بسوس ويتر ما درج عينه توش اللي تكسل لنا فلتر هين ماني تكسل لنا كمان فإن أحب كفلجة عند سو كفلجة بسوس ويتر ما كفلجة سردها يا إذا تور سوس تمت بسلام واحد ما أنت سلام تمام صوتهم بدأ مسافر كده من مجلس عند جلسة ماما صوتهم بندى سكرة صوت بندى سلامتا بق عند التحية عند التحية عند سلامتا يشل عليهم بعدين عند سكرة إن سكرة يشل عليهم إن صوت يشل عليهم صوت من أول كتير لان التحية وكتير صوانا بس سلامتا الألد بندى صوت بصوت ويت ما بدي سلام ما رجع من جنة كتبنا لما روى الطحاوي الإمام الطحاوي روى جبان أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب اللهم الكام سيدر لنا أوتر بثلاث عمر بن الخطاب بصوت ركع ويت رادرتا بصوص ركعة ويترى درجة بثلاث ركعات بصوص ركعة ويترى درجة لم يسلم على سلامة إلا في آخرهن بمجرش بهنجي بصوص طيما بمجرش بهنجي عمر بن الخطاب على سلامة سيزي كذي بمياز بصوص ركعة ويترى مادة جيجالة صوص طيما أندري بمياز معلتنا وإن أحبه وإن دم يفلقثه ونجي بصوص ركعة ويترى مادة يفلقثه صلى ركعتين فلت ركع يسردنا وسلم يا سلامة ثم تزيان بها لا صلى يسردنا الثالثة صوص طيما أندري ركعة تكبرك من يقول لك أنكم من كذي شلون؟ وإن أحبك لو أدده صلى أي سجدة ركعتين ولا ترك أي سجدة وسلم يا سلام التحيات بلا يا سلام مثلا ثم كذا بعد صلى أي سجدة الثالثة صوت كنيا عند ركعة أمر أتى ثم تحيات بلا يا سلام مثلا لذي مثلا صوت ركعة مرنا لما روى البخاري لذي لما إمام البخاري زجبا له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يا عمر بن الخطاب ليش ما عبد الله عبد الله كسوت يزو إمام البخاري زجبه زجبال أنه صلى الله عليه وسلم كان إلى عبد الله بن عمر ميلا أنه صلى الله عليه وسلم ركتم عليه الصلاة والسلام كان نبر يسلم يسلم تنبر بين الركعتين بولة ركعة مكاكلنا والركعة بسوستنيا وركعة مكاكل بعدنا سوست ركعة مسجدك هنا في الوتر بويتر مازن سوست ركعة مسجدك هنا من الرجل لأنه أيوة نبي عليه الصلاة والسلام عنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم يسلم مثل نبر من الاختين عليه الصلاة والسلام بين ركعتين بولت ركعة مكاكل بولت ركعة تبدنا يسلم مثل تزعز والركعة لنيا وركعة بولت مكاكل بين مكاكل ركعتين بولت ركعة وركعة بكتا بصوص نيا وركعة مكاكل يسلم مثل ما تبجر كان نبر يسلم يسلم مثل نبر بين ركعتين بولت ركعة مكاكل لنا والركعة لنيا بصوص نيا بليلنيا وركعة مكاكل يسلم مثل نبر من مالتنا التحيات كتلو هو التي سبلنا يسلم مثل صوص نيا مكان مالتنا في الوتر يهم بويتر صلاة مالتنا حتى كان اسكيون درس مالتنا يا أمرو اسكياز درس لبعض حاجته بكثير حاجة وشو مالتنا بمعنى محل اعترام منها مثالي صوص ركع ويتر مارك فلدا كذا بولت ركع يسدنا ليلانيا صوص نيو كمام تطلوشي اعترام مثال بلنا كذا اعترام منها بوهالا صوص نيو كمام تطلوشي جيونا حاجة ويازل يونا در اينا دون ديارو ويلو متئزازنا ليازل مالتنا دون حكراتو حتى يأمروا اسكياز درس ببعض بكثير حاجتني بكثير حاجة بكثير حاجة من هذا بيت سنة وجيرة بأنه هذا كات سلامة بولا بغلة تركع السلامة صوت سنة كمل نساته بسيط اندو تنشي لنا جرال لما لسنا حاجة كادو رأسو لحاجة يازال هنا قندي أرغو تيلال
ከሰላ ሶስተኛ ይመጣል ማለት ነው። ቢማዕና በሁለተኛ ሁለት ረካዓዎችና በቀጣዩ በሶስተኛው ረካዓ መካከል ልዩነት እንዳላቸው ለመጠቆም ነው። ማለት ልዩነቱ ይህን አክል ድረስ ሐጃ ካለው ሐጃው እስኪያዝ ድረስ ማለት ነው። አሰላምቶ ከዛ በኋላ የሆነ ሐጃ ካለው ይጠይቃል። ያን ሐጃው ከጨረሰ በኋላ በሐጃው ካዘዘ በኋላ ሶስተኛው ያመጣል ማለት ነው። በእንዲህ መልኩ በሶስቱም በሁለቱ አይነት መንገድ በሶስት ዊትር ማድረግ ይቻላል። ስለዚህ አሁን ዊትር በአንድ ይቻላል፣ ከላይ አሳልፈናል። በሶስት ይቻላል። በሶስት ግን በሁለት አይነት መልኩ፣ አንደኛ ሶስቱም በማስከታተል በመጨረሻው ተስሊም ብቻ፣ ሁለተኛው ደግሞ በሁለት ረካዎች መካከልና በሌላኛው በሶስተኛው ረካ መካከል ምን ማድረግ ማስከላመተ ተህያት ብሎ ከዛ ሶስተኛው እናምጣል። ወይቴሉ አሁንም አንድ ሰው ዊትር ማድረግ ይችላል። ቢኸምሲን በአምስት ረካ ዊትር ማድረግ ይችላል። በአምስት ረካ ዊትር ማድረግ ይችላል። በአምስት ረካ ፈየስሪዱሃ ነገር ግን ያከታተላቸዋል። ሰርድ ብሎ ማለት ማያያዝ ማከታተል ማለት ፈየስሪዱሃ ያያይዟቸዋል። ጀሚያን አምስቱንም ላ የጅልሱ አይቀመጥም። ወላ ዩሰሊሙ ለአተሕያቱ ማለት ላ የጅልሱ አተሕያቱ ሊል አይቀመጥም። ወላ ዩሰሊሙ አያሰላምትም ኢላ ቢሆን እንጂ ፈአኺሪሂና መጨረሻ ላይ አምስተኛው ላይ ቢሆን እንጂ። ይህም ይቻላል። በአምስት ረቃ በእንዲያ መልኩ መስገድ ይቻላል። ምንም በቃ አያሰላምትም። አንድ ይሰግዳል፣ ይነሳል። ሁለተኛው ይነሳል፣ ሶስተኛው ይነሳል፣ አራተኛው ይነሳል። አምስተኛው ላይ ከጨረሰ በኋላ ቁጭ ይላል። አተሕያት ብሎ ያሰላምትም። አንድ አተሕያቱ አንድ ተስሊም አምስቱን ማያይዞ በእንዲህ መልኩ መስገድ ይችላል። በአምስት ማለት ነው። መረጃ ምንድን ነው ከተባለ ሊቀውል ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የአላህ መልእክተኛ እንዲህ ስላለ መን አሐበ ይወደድ አካል አን ዩትረ ዊትር ማድረግን ይወደድ ይሆን አካል ቢኸምሲን በአምስት ማለት ነው። ፈልየፍዐል ይስራ በአምስትም ይስራ ተባለ። ረዋሁ አቡ ዳውድ ወነሳኢ አቡ ዳውድና ነሳኢ ዘግበውታል። አቡ ዳውድና ነሳኢ ዘግበውታል ማለት ነው። ሌላኛው ሐዲስ ጁዝ ነው። ስለዚህ በሶስት በአንድ በሶስት በአምስት ጠይብ من قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يوتر بخمسين فليفعل. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة اللهم الكام ترى يولد الأسنان دارس كان النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الكتن يسلي سجد نبنا من الليل كليل الصلاة 13 ركعة أسرسوس ركعة يسجد نبنا نج أسرسوس ركعة زي ليل الصلاة انت ركعنا لما تعني إن شاء الله ودفت النبي عليه الصلاة والسلام أسران دم سجد أسرسوس دم سجد أسران دم أسرسوس دم سجد አንተና ከ13 በላይ መጨመር ይቻላል አይቻልም? ኢንሻአላህ ተቃ ያለ ይተክልልና ለዘረኛው አለ እንየውልን ረሱል ላይ وانا عائشه رضي الله عنها قالت عائشه اللهم كم ترى يولد الناسنا ديالك كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرتني عليه الصلاه والسلام يصلي يسد نبر من الليل يليل الصلاه يسد نبر كليلت معناته 13 ركعه 13 ركعه 13 ركعه يسد نبر ዩቲሩ ዊትር ያደርጋሉ። ምን ዳሊከ ከነዚህ ከ13ቱ ቢኸምሲን በአምስቱ ዊትር ያደርጋሉ። በአምስቱ ማለት ነው አይታችሁ። ስለዚህ በአምስቱ ዊትር ማድረግ ይቻላል ስንል ይሄ ነው። ሁለት መረጃ ማለት ነው። በአምስት ዊትር ማድረግ ለመቻሉ ሁለት መረጃ ጠቀሱልን። አንደኛው ላይኛው ያለው ሐዲስ ነው። መና ሐበ አዩቲር ቢኸምሲን ፈሊየፍዐል ይሄኛው ነው። ሁለተኛ ይሄ የአይሻ የተናገረችው ሐዲስ ማለት ነው። መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ከሌሊት 13 ረካዓ ይሰግዱ ነበረ። ዩቲሩ ሚን ዛሊከ ከነዚህ ከ13 ረካዎች ዊትር ይሰግዱ ነበረ። ቢኸምሲን አምስቱ ዊትር ያደርጓቸው ነበር። አምስቱ ዊትር ያደርጓቸው ነበር። ላ የጅሊሱ አይቀመጡም ነበረ መልእክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ፊሸይ ሚንሁነ ከነዚህ ከአምስቱ ረካዎች ከዊትሮቹ ማለት ነው እንጂ ከሁሉ ከ13ቱ አካልስለም ከነዚህ ከአምስት በዊትሮቹ መካከል አይቀመጡም ነበር። ኢላ ፊ አኺሪሂና መጨረሻቸው ላይ ቢሆን እንጂ አሉ። ሙተፈቁን ዓለይህ ቢማዕና ምን ማለት ነው? እንግዲህ 13 ረካ ነው የሰገዱት አይደለ? ስለዚህ መጀመሪያ አምስቱ ደግሞ ዊትር ሊያደርጉ ነው። ከ13 ከ15 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 ከ15
በአምስት ዊትር አደረጉ። ስለዚህ አምስት ስንሰግድ ሁሉም ማያያዝ ነው ያለበት። እንደ ሶስቱ አንነጣጥል ማለት ነው። ሶስት ላይ ዊትር ስናደርግ በሁለትም ይቻላል ብለን አይተን ነበር። አማ በአምስት ዊትር ስናደርግ ግን አንድ ላይ ነው የምናየው ይዞ አምስቱ ማለት ነው። ልድገሙ ሐዲቱ وعن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة اللهم الكام سرى يبدل لنا عند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم ارتني عليه الصلاة والسلام يسلي سرب نبرة من الليل كلاليك مالدنا 13 ركعة 13 ركعة يسرب نبرة يوتر ويتر الرجال من ذلك كالنزيك 13 ركعة وشنوها كل بخمسين بامستو ويتر الرجال لا يجلسوا عيكمتهم في شيء بالنزي بامستو بويترو وشن عمال بويتر بميسرب بالنزي بامستو لا عيكمتهم منهن كالنسو ماكل إلا في آخرهن مترشح عمستين ولا ينجي إلا
ስለዚህ ስምንቱ ረካዎች እንዴት አድርገው ይሰግዱታል? ሁለት ሁለት ረካ ያሰላምታሉ፣ ሁለት ይሰግዳሉ ያሰላምታሉ፣ አራት ጊዜ ማለት ነው። በሊያ መልኩ ሁለት ሁለት ረካ ያደርገው ይሰግዳሉ ያሰላምታሉ። ከዛ በኋላ ስንት ይቀራቸዋል? አምስት ረካ ይቀራቸዋል። እነዚህ አምስት ረካዎች ደግሞ ዊትስ ያደርጓቸዋል። ምን ማለት ነው? አንድ ላይ አያይዞ ይሰግዷቸዋል። አንድ ላይ አያይዞ ይሰግዷቸዋል። ወዩቲር አሁንም አንድ ሰው ዊትር ማድረግ ይችላል። ቢሰብዕን በሰባት ረካ በሰባት ረካ ፈየስሪዱ ሀከል ከምሲ እንደ አምስቱንም ማያይዝ ይችላል። በሰባት ማለት እንደ አምስቱም አላሁ አክበር እንደ አምስቱ ያያይዛቸዋል። ምንም ሳይቀመጥ ማለት ነው። አንድ ይሰግዳል፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት ሳያስተላምት አተያቶ ሳይቀመጥ ይነሳል። ይሰግዳል፣ ስጁድ አድርጎ ጨርሶ ይነሳል። ስድስት፣ ሰባት፣ ስምንት፣ ዘጠኝ እስከዛ ድረስ ከሌለ ዘጠኛው ላይ ቁጭ ብሎ አተያቶ ብሎ ማስተላምት ይችላል። ወይትሩ ቢትስዒን ቢሰብዒን በሰባት ማለት ነው። ዘጠኝ አይደለም ሰባት ነው። ዘጠኝ ይመጣበታል። በሰባትም ይቻላል። ፈየስሪዱሃ ሰርድ ያደርጋቸዋል፣ ያያይዛቸዋል። ማያያዝ ይችላል። ስለ ከምስ ልክ አምስቱ ማለት አምስቱ እንኳ በአንድ ማያያዝ ይችላል ብለናል። ይህም ልክ እንደዛው لقول ام سلمه رضي الله عنها مرجع لهم ام سلمة عندي سرالجنا عندي برالج ام سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرتني عليه الصلاه والسلام يوتر وتر يدرغ نبره ب 70 بسبع ركعات وب 50 ب 5 ركعات عند عندي بسبع عند عندي ب 5 يدرغ نبره مرتني عليه الصلاه والسلام لا يغسل عينيهم نبره بينهن بالنبي ب 5 يسرو بسبع وتر يدرغوا عينيهم نبره بمكاكلاتهم بسلامي بسلامتهم ولا كلامي بنتكلمهم ايليو من ترى تحياتك قايلو بك يعني بامس ركع ويت مارك وتر مارك فلكو قطعه خمسه يا مطاطا نصر على بتا بمكاكلاته بامس ركعات ماكل من ما تحياتو من ما سلامتا يلا بسبعتم من ويت مارك فلكو سبعتم عند لا يا يزو كانك انت خمسه بمكاكل ما يلم تحياتو من بان غير يلم بقى راشو رينو تحياتو برو يسلمت من ماكل بنزي بسبعتم من دون بامس ركعات ماكل ما كمل تحياتو من بانك አምስት ሚሰጥሩ አምስት ምን ያያይዛቸዋል? ሰባት ቆነ ሰባት ምን ያያይዛቸዋል? ይሄ ዊትር ነው። የሌሊቱ ሶላት አይደለም ያን ያለው ዊትር ነው። طيب ام سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم ملكين عليه الصلاه والسلام يوتر ويتر ያደርጉ ነበር ቢሰብዕን በሰባት ነው ወከምሲ አንዳንዴ በሰባት አንዳንዴ በአምስት ረካ ዊትር ያደርጉ ነበር። ነገር ግን በሁለቱም ጊዜ ላይ ይፍሲሉ بينهن በሰባት ነው ይሉ በአምስት መካከል አይለዩም ነበር። ይፍሲሉ አይለዩዋቸውም ነበር። ቢሰላምን በሰላምታም ይሁን ወላ ከላምን በሌላ ንግግር ይሁን አይለዩዋቸውም ነበር። بمعنى تشهد ما يكمل ነበር ማለት ነው። رواه احمد امام احمد ذكرته والنسائي امام النسائي من دون ابن ماجه ابن ماجه ذكرته ማለት ነው። ابن ماجه ذكرته ወይውትሩ ቢትስዒ በዘጠኝም ደግሞ ዊትር ማድረግ ይቻላል። በዘጠኝም ይቻላል። ፈየስሪዱሃ ያያይዛቸዋል ላይጅልሱ አይቀመጥም ኢላ ፊ ሳሚነቲ ስምንተኛው ላይ ግን ይሄኛው አሁን ለየት ይላል። ለየት ይላል። በዘጠኝ ዊትር የሚያደርግ ከሆነ እንደ አምስቱና እንደ ሰባቱ አይደለም። አምስት ረካና በሰባት ረካ ዊትር ሲያደርግ የታወቀ ነው። ሁሉም አንድ ላይ ያያይዛቸዋል። በሶስት ከሆነ ምርጫ አለው አይተናል። በአንድ ከሆነ አስለን አንድ ነው። በዘጠኝ ያደርግ ከሆነ ደግሞ ልዩነት አለው። ትንሽ ለይት ይላል። እንዴት ነው የሚያደርገው? ወዩትር ቢትስዒን በዘጠኝ ረካ ዊትር ማድረግ ይችላል። እንዴት አድርጎ? ፈየስሪዱሃ አንድ ላይ ያያይዛቸዋል። ላይጅሊሱ አይቀመጡም ኢላ ፊ ሳሚና ስምንተኛው ቢሆን እንጂ ስምንተኛው ላይ ቢሆን እንጂ ስምንተኛው ላይ ግን ቁጭ ይላል። ዘጠኝ ረካ ዊትር ማድረግ ከፈለገም ስምንተኛው ረካ ላይ ምን ያደርጋል? ቁጭ ይላል። ስምንተኛው ረካ ላይ ቁጭ ይላል። ፈየቅረኡ ይቀራል። ከዛ በኋላ አተሸሁድ ስምንተኛው ረካ ላይ ተሸሁድ ተህያትን ይቀራል። ويدعو دعاء يدرغال ثم كذلك بحالا يقوم يقومان ولا يسلم سلام هنا اللي هناك هنا اللي كنا نقول نقول بذلك يركع من سجد كونه سكا سمن تأيزل عند خلال صوص عرات أمس سبس سبس سمن سمن تأيزل يقول جلال أتحياته إلا أتحياته كان بحالا عيه السلامة من في شرس مثلا دعاء يدرغال كذلك عيه السلامة من يرغال لذلك نقول يقوم سعيه السلامة لذلك نقول يقوم هنا فيسردها لا يجلس ويكمل من يجيزتها إلا في ثامنة سمنتنيا ولا يسيكر سمنتنيا ولا يسيكر سيقرأ التشهد كتيرنا تشهد أتهياز ميكرا ويدعو كذا دعاء درقان ثم كذا بلا يقوم يقوما ولا يسلم على السلامتهم سمنتنيا ولا يسلمتهم سعى السلامتهم ولا زتنيا يقوما فيسل التاسعة كذا زتنيا ولا يامتون كتيران كذا ولا ويتشهد تشهد إلا ويدعو دعاء درقان ويسلم على السلامتهم بنجركم ملكم يكمل مرجع من دون كتب علينا حديث عائشة رضي الله عنها ملكتنا عليه يعني عائشه استلفت حديثا عائشه رضي الله عنها استلفت حديثا عائشه استلفت حديثا من الناس ما كتب في ويتر رسول الله صلى الله عليه وسلم ملكتنا عليه الصلاه والسلام ويتر صلاه ويتر استغاده الناس ما كتب عائشه استلفت ونكرنا قالت ان قالت عائشه كان ينبر ملكتنا عليه الصلاه والسلام يصلي يسجد نبر تسع ركعات 10 ركعات يعني 9 ركعات 9 ركعات 9 ركعات يسجد نبر ويتر ما
لا يجلسوا أيكمتهم فيها بالنسبة بذات أي مكان أيكمتهم إلا في الثامنة ثمنتينيا ولا يبيهون جاي ثمنتينيا ثمنتينيا ولا يبيهون جاي أيكمتهم نبرانج فيذكر الله ثمنتينيا ولا يقول تكارو بغانا الله يا وصل بمعنى تشهر إلى لما ويحمده الله يا نسب بنتان ويدعوه دعاء ما يدرقان دعاء ما يدرقان ثمنتينيا ولا يمعنى دعاء ما يدرقان كذا ثم ينهض كذا ينسالوا مالك من نسات يجمعوا مالك ينهضوا ولا لا ينكسر كسر كذا ولا ينسالوا مالك لذتينيا مالك ثم ينهضوا كذا كفلا ينسى الذتين ولا يسلموا على سلامتهم بسمنتين ولا مالك سمنتين ولا كبير الصباح الله يا مسجنو تعال اللي يدهم دعاء رجال دون كذا ثم ينهضوا ينسالوا ولا يسلموا على سلامتهم بذو ينسى عن كيف الذتين يوم سلاد طيب ثم كان جابوا يقوم له فيصلي سجد له التاسع عزتنا ونسبتنا زتنا وركعنا مثلنا ثم يقعد كذا قلت له تشغل له مالك مالتنا فيذكر الله الله يا وسال ويحمده يا مسجد نوتان ويدعوه دعاء يدربوتا الى نوتان ثم كان جابوا يسلموا يا سلامة له تسليما ما سلامة يسمعنا مستمى الناكل بمستمى الملكوات بمستمى الناكل السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله يلون بحرك لكم هذه الحديث في حديث عائشة رضي الله عنها قالت في وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرتين عليه الصلاة والسلام وتر يوتر استقبرت أسملك يعني أسملكته عائشة رضي الله عنها اللي بلاتنا الدرج كان يصلي تسع ركعات وتر سيارك مرتين عليه الصلاة والسلام زت أين ركعات دون الدرج لا يجلس فيها إلا في الثامنة ثمنتين ولا يبدون جاء كمتهم الدرة ثمنتين ولا يقول سبب فيذكر الله الله أن يوصل ويحمده يعني سجنته ويدعو دعاء من رب ليلا من ذلك ثم كذا ثم كذا ينهبوا من كثرة تسلم طيب يعني ويحمده ويدعوه ثم تزامبالا سمنتين لابد تحياتك على بها دعا كادر قبالا ثم ينهضوا ينسلوا ولا يسلموا بن أهسلام لهم ذو سمنتين ولا مالذن سمنتين ولا أهسلام لهم ثم كزامر يقومون فيسلي ثم ينهضوا برماس لما نسات من قصة مالذن ولا من تن مالذن ينهضوا تزامبالا فيصلي سجد على التاسع زتنيا ويسجد الناس ثم كذا ولا بزتنيا وكسر كذا الصبح يقعد له ورتين اللي جمد زوج كذا الله تجات المسك لمك فيذكر الله الله يا وسال ويحمد يا نسبنا الله سبحانه وتعالى ويدعو إلى من تل ثم كذا بارا يسجد من السلام تل تسليما ما السلام تل يسمع عن من السماء من سماين ما السلام تل بمن سلام الملك بمن سماء الملك السلام تل طيب رواه أحمد إمام أحمد على حديث الطلال جاء قرطوس رواه احمد امام احمد ذكبته ومسلم امام مسلم ذكبته مالك ويصلي يسجد على 11 ركعه اصلا عند ركعه عنده اصلا عند ركعه يسجد عنده يسجد على 11 ركعه اصلا عند ركعه فإن أحبه توجد سلم يا سلام مثلا من كل ركعتين في جندو ركعه يا سلام مثلنا وعاد تروي في اليمن قلبي واحد عند ركع عم كده ما لازم نقول هذا ركع يسردنا استمرنا من ترى شلون بيسمع عند ركع طيب يصلي 11 ركعة لأن حب كود درس لما سلمت من كل ركعتين بين ده تقطع من كاتم صلاة الليل ما سلمت عنه طيب أوتر وأوتر أيوة وأوتر ويتر على رجل من شرشة كله فلت كسر بروال عصر ركع شيء دست واحد يسين بان ركع ويتر على رجل يرجون أنت أيوة مثلا يا حديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة من كم سر يدل الله سلك نرجو كان النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرتين عليه الصلاة والسلام نبرو يصلي يسب نبرة ما بين النكاكل أن يفرغ بنجر رسول مكاكل من صلاة العشاءين يعيش صلاة من نجر صلاة يوم مكاكلنا إلى الفجر إذ كفجر باللو وقت بزا مكاكل ملكين عليه صلاة صلاة يشبه نبال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة نبال ما بين مكاكل أن يفرغ
በመጨረሱ መካከል ሚን ሰላቲን ዓኢሻ ዓኢሻ ሰላት በመጨረሱ መካከል እስከ ኢለ ልፈጅር እስከ ፈጅር ድረስ ሰለቲን ዓኢሻ ይሰግዳሉ። በእንዲህ የሚልኩ ይሰሊ ከአን ነቢ ሰላ ስለም ይሰሊ ይሰግዱ ነው ማ በይነ መካከል የሚሰግዱበት ሰዓት ሰላታቸው ከምን ጊዜ ጀምሮ ነው? ማ በይነ አን የፍሩገ ከመጨረሱ በመጨረሱ መካከል ሚን ሰላት ዒሻ ዒሻ በመጨረሱ መካከል በዚህ መካከል እስከምን ጊዜ እስከ ፈጅር ባለው መካከል ዒሻ ሰላት ጨርሰው እስከ ፈጅር ባለው መካከል ማለት ነው። በዚህ መካከል ይሰግዳሉ ማለት ነው። ይሰግዳሉ ማለት ከዒሻ በኋላ እስከ ፈጅር ያለው ሁሉ ይሰግዱበት ነበር ማለት አለ። ያ ማለት አለ። ያማ መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የሆኑ ሰዎች መጡ። መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስራን ጠየቁ። ከዛ ተነገራቸው መልክተኛው እንዲህ እንዲህ ናቸው ይሰግዳሉ ይተኛሉ እንዲህ እንዲህ ተብሎ ተነገራቸው። ከዛ በኋላ እንዲማ ከሆነ አሉ መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ቀድ ገፈረ ላሁ ለከ ማ ተቀደመ ሚን ደሚከ ወማ ተአኸር ብሎ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ያለፈውንም መጪውንም ወንጀላቸው ኑሮላቸው ሳለ እሳቸው እንዲህ ከሰሩ ያማን መጨመር አለብን። አንደኛው ምን አለ እኔ ከአሁን በኋላ እጾማለሁ አላስጥርም አለ። አንደኛው ከአሁን በኋላ አላገባም በአላህ ዒባዳ ቢዚ ሆናለሁ። አንደኛው እንደዚሁ ማለት ነው። በመጨረሻ ላይ መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰሙ ተነገራቸው። ምን አሉ ነገሯቸው እኔ አሉ እጾማለሁ እበላለሁ እንዲሁም ደግሞ ሌሊት እሰግዳለሁ እተኛለሁ ሚስቶቹም አሉኝ ወንዶች አሉ አሉ። ፈመን ረቢበ ዐን ሱነቲ ፈለይሰ ሚንኒ ከእኔ ሱና ያፈነገጠ ወጣ ያለ ከእኔ አይደለም። ስለዚህ ሌሊቱ ሁሉ ይሰግዱበት ነበር ማለት አይደለም። ያርፋሉ ማለት ነው። እንደሚያርፉ የሀዲስ ያሳያል። ግን በዚህ መካከል ግን ይሰግዳሉ ከኢሻ ሰላት እስከምን። ስለዚህ ባጭሩ ይሄ ወቅት ማለት ነው፣ ወቅት ነው። የሌሊት ሰላት ወቅት ሁሉ ኢሻ ከተሰገደ በኋላ እስከ ፈጅር ያለው طيب ما بين ان يفرغ من صلاه العشاء الى الفجر اسك فجر بالله ساعه مكاتل ملكين علي ثلاثه يسبدوا نبر عليك سنت ركعه 11 ركعه 11 ركعه يسبدوا نبر يسلم يسلم تالو بين كل ركعتين بين تند بهور هور تركع ولا تركع يسلم يسلم تهور تركع امس كي حسر مولا كذا ويتري بواحدة من شاء الله بان دور ركع اصلا غير رغوتان بزي مس يادرغون الحديث حديث كثر رواه الجماعة بزوي زغبوتان الا الترمذي ما الترمذي سيكر وين احب كودد دم وكفلج صلى يسجد اربع عرفت ركع ثم اربع كذا عرفت ركع ثم ثلاث كذا ثلاث ركع يهن يهم الى ان يعينت نو ተወደደ ማለት ነው። አራት ረቃ ይሰግዳል። አራት ረቃዎችን ይሰግዳል። ከዛ ሌላ አራት አንድ ላይ ምን ሆኑ? ስምንት ከዛ ሶስት ከዛ ሶስት ያመጣል ማለት ስምንት አራት ወይን አሐደ ተወደደ ሰላ አርባዕን ስም አርባዕን አራት ረቃ ይሰግዳል ያስተላምታል። አራት ረቃ ይሰግዳል ያስተላምታል። ከዛ በኋላ ሶስት ያመጣል። አንድ ላይ ሲሆኑ አራትና አራት ስምንት ከዛ ሶስት አስራ አንድ እዚያ ያመልኩ ይቻላል على الهدى من قد يستمت لني أسرع لكم. لحديث عائشة رضي الله عنها قالت عائشة الله نستمتر أيضا لك نان ديسر لك معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرتني عليه الصلاة والسلام يصلي أربع أربع ركع يسجدون البر فلا تسأل أتيك عن حسنهن سلو بثاتشون وطولهن سل أرزمان يجو ثم يصلي كزام يسجدون أربع أربع ركع ثم يسأل ايوه ثم يصلي اربعا كذا عرفت يسجد له فلا تسال عبدك عن حسنه مثل ما مارته وطوله مثل زمانه طيب ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنه وطوله ثم يصلي كذا يسجد له عليك ثلاثه ثلاث ركعات يسجد له متفقنا عليه متفقنا عليه نو ظاهر اللي صلاته على ركعه مسكري كده وين انت بس بره ولا ما استلمت يعني لبته ميلو قدامي لاي ዑለሞች እንደሚያስቀምጡ ሁለት ረክዓ ነው መስገድ ያለበት። ሁለት ረክዓ ነው መስገድ ያለበት ዊትሮቹ ሲቀር ማለት ነው። ዊትሮቹ ቅድም ያሳለፍናቸው ይቻላል። ዊትሮች ነው ምንተኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሰግዱ አርባዕን ሰላት ተሰላም ሸስን ዋናው ነገር አስራ አንድ ረክዓ። አሁን እኛ ጋር ትልቁ ችግር እኮ ምርትኛ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰግደዋል። ስለዚህ እኛም አስራ አንድ እንስግዳ እንልና ከበጠለጣለጠለጠለጥ ነው የምናደርግ ለጠላጥ ማለት ነው።
فذا بن دائما في سكت الله يقول عليه هناك خلاف عندك في الوتر عرفت رفع مسكري شاكا في الوتر يتشرمون على أيها وزو علم وجه يمر فهي تسكن مثلا عند سوق عند إمام ياسر قال انت راوي لصوص هنا بكم ناس كن طالب سبحان الله من العلم كان بوفر الترفع عين مسكري طيب وبتاتشو أتريك مانس وبتاتشو رزنتاتشو أتريك أفران قطروا أتنكم كم بس كان أولا أفران سكتان يملكين عليه سلاة سلام أين أفران درك أكبر مالا ملكين أفران بيسر تلقين وبتاتشونا رزمانياتشو إننا كمي بالا نبت أمسك في نبت ثم كذنب على يسر لي ثلاثا طيب صوصي رابع هل الذي بيتر دي مياركم هنا ابن عثيمين داولا يقل صوتا نكر جزي نو في دي فلاي كذي هنا مياركم سلزيه عند سو بسباتين بزرقين باسلان بزي دي جي عند سو بنزيه ركع ويتر ماركة فلقة باسلان دين بنزيه ويتر ماركة فلقة بتشاو كتبير ويم دمو بتشاو ويسد بس جي ويم دمو ليروش مالة ترم سوش تنش وانو تسمانتو ميانا قراسو بكا تسمانتو انجا بدلن كارهونا بستكار خلوه لبنا بستكار ይህንን በተለይ በጣም መስጂድ አሁን የተድወር ቢባል አስራ አንዱን ባንዴ ወይም ደግሞ ዘጠኙን ባንዴ ዊትር እናደርጋለን ቢባል እንዴት ይችላል? አይችልም። ስለዚህ ሁለት ሁለት ረካ መስገድ የተሻለ እንደሆነ ስቀምጣለ። ሁለት ሁለት ረካ ግን አንድ ሰው ብቻ ሲሰግድ ወይም ደግሞ ሰዎች አናግሯቸው ከሆነ እሱን ነው ሀይ ማለት አለበት። ጠይብ እሱን ነው ሀይ ማድረግ ይችላል ለብቻው ሲሆንና ለብቻው በዘባት الذي يرى جنس كتير نقدر نقول كجماعة كون كاتن كبار إنه شيء كم ستين سبعة طيب هي يكبر عام اللي هو المسجد وش معناته لقى اللي هو وين دمو بتسمى مسوي شيء ما أدري كلا طيب حديث مرة جاي ثاني قال الفقهاء من الحنابلة والشافعية يجوز في الوتر بإحدى عشر أن يسدها بتشهد واحد أو بتشهدين في الآخرة والتي قبلها له إنما كنت قال الفقهاء فقهاء من الحنابلة حنابلة والشافعية شافعية يجوز يتشرى له في الوتر الوتر لما تم بإحدى عشر بعصران تتفع أن يسردها لأيز بتشهد واحد بان تشهد كلهم يجيزاتهم يجوز في الوتر بإحدى عشرة أصعد ركعة على الوتر أن يسردها ما يجيز ما تبي تشهد واحد باند واحد باند تشهد التحيات ما لهم أو بتشهدين وإن بور التشهدين ما في الآخر في مثل شلل ولا في قبلها كالصند في الباند ولا ما لهم بنت الميت شلل بنتي منكم ويتمرر يشلل ما لهم عندي سو طيب إن شاء الله نريف قهوت من الحنابلة شافعية يجوز في الوتر بإحدى عشر بصان ركعة أن يسردها يا زمارتنا بتشهد واحد يتشلال له باند تشهد مالتنا أو بتشهدين من عندما هو للتشهد في الآخر والتي قبلها بمجر شهودنا تسوى في تقال له مالتنا مالتنا عند ركعة يتكرر مالتنا عصر ركعة له 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 يعني عصر ركعة عندما يسردتها አሁን በአስራአንድ ዊትር ማድረግ ከፈለገ አሁን በእነዚህ ፉቃሆች ዑለሞች ንግግር በአስራአንድ ረካ ዊትር ማድረግ የፈለገ ሰው እንዲህ ሊያደርግ ነው በሁለት መልኩ ማለት አንደኛ የስዊዱ ሀብ ተሸሁድ ሁሉንም ተሸሁድ ዋሂድ በአንድ ተሸሁድ በአንድ አታሕያ ሁሉም ያያይዛቸው ከዛ አንድ አታሕያቱ ካለ በኋላ እዛው በቃ አስራአንዱን በአንድ ላይ ይጨርሳቸዋል ነው አስራአንዱን በአንድ ተሸሁድ በአንድ ተሰራ ያኔ ማሰላመት ይጨርሳል አው ቢተሸሁደይኒ በሁለት ተሸሁድ ማለት በሁለት ተሸሁድ في الآخرة في مجرشة تشهدنا والتي قبلها كالصعبة فيه بمعنى أثر ركع عند لا يتبدأ أثروا معنا عند لا يجيزها كونا يسلم متى أثر لها السلام متى كذا عندها متى ما أو هلت تشهد هنا معنا لذي أصلا عند ركع عليه ويترم ما تركي تلك سو أن ذي حنا في لا وجنا عندهم دمو الشفعية فقها وجه تسمان طوال لن ذي بولت تهم لك وتشهد ما تركي يعني أصلا عند ركع مستر عند المتشال ما تركي أصلا عند ركع ويترم ما تركي عند المتشال ذن أرأي أن لا سلف نوره يلي صلاة كل ركعة عينه النزي ويترنه النزي كلا يسعد لك ما تعرف عند ركعة زتين ركعة
7 ركعة 5 ركعة 3 ركعة 1 ركعة قلنا شو ويتر نو ويتر نو ماعرفة ويتر نو ويتر نو كاري لي صلاة توت عندهم المدبو كاري لي صلاة المدبو كاري لي صلاة يشجع عند ثورة ولا ترك أي هذا الرجل كذا ويتر ما درك فلقي هذا قالك فلقي بعض فان لي هذا الرجل بعض فان هذا الرجل دمو عسكر باند لي ترك بتشونا عند ركع أيام ده فان دمو عسكر عنده باند لي انت بدهم بدأت إنك تقدر دمو بدأت إنك مين هذا الرجل سمنت يا ولاي تمتان أتهيأت ولا تشوفي لا سأستلمت ينسان سأستلمت ينسان لا زتني أنا كنا أستلمت وين دمو بسبات سبات تومان دلها يجيزو وين بامس أمس تومان دلها يجيزو وين بسوس بسوس كونا دمو بدأت يهمر كون دنيا سوس تنم أن دلها يجيزو يستقدر وين دمو خدت سبلا سلامتنا عندي أنا كنا وين دمو باندر كأنه يقول يويتر ناس زاري أجي ناتشو يويتر أي ناتشو ميتوش ريال درار كوني توش ناتشو مالك طيب تفهم أنا وقيام رمضان رمضان لا وصلاة الليل يلي صلاة يلي صلاة في رمضان رمضان لا يمالك رمضان يلي صلاة لها لسوا فضيلة درجة لك فضيلة لك يعني درجة كف على درجة لك ومزية من لي عملك من لي عملك على غيرها كريلوس كيزيوش كم يستجدوا كليلي صلاة وش مالك وصلاة الليل يلي صلاة ما يلي صلاة كل يعني كل في رمضان رمضان لا يسيهون دمو لها لسوا فضيلة تصرفات يعني فضيلة بلومان لك أنا مالتنا درجة مالتنا درجة لك ليلة لك لك على درجة لك ومزية لا يتكلم بوت على مزية من اللي يعلق من اللي يتكلم شنات مالتنا كليلوس كناتوس كم يستقروا لي كليلي صلاتك رمضان لا يسيهون لا يتكلم على غيرها كليلوس ليلوس ليلوس مالتنا ليلوس 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 لا كم يستقروا كليلي صلاة رمضان لا يستقروا كليلي صلاة لا يتكلم نو من دونهم فضيلة مالتنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا الله نبي تنيا بحديثات من بسرال من قام يقوم سو رمضان رمضان يقوم سو لليتو مالتنا إيمانا واحتسابا إيمانا واحتسابا عمنو ان دمدم احتساب احتساب الرجل تصاحبه من عجر فلقه غفر له لسو يمارلتا ما تقدم من ذنبه ما تقدم يعلف من ذنبه كونجلو يعلفون يمارلتا رجل نبي عليه الصلاة والسلام متفقون عليه قائنا وسلم يزدوجه الحديث متفقون عليهم سجي أهون من قام رمضانا يتبادوا أهون ليلة توتوا عنده فذي رمضان لا يمقوم رمضان لا يمسجروا ليلة الصلاة تراويح منهم أبيتم لا يمسجروا من بطك على ليلة لا يمسجروا من اليوم صلاة ليلة الصلاة يتوقنوا عيشة كتسجر بها لها سبحي اسكي فجر اسكي تعالى شمي سجر كل ليلة الصلاة يبالا ويترون نتأمروا بها لذنب ويترون نتأمروا نقرق نهينا أهون نيالي يالو ليلة لا يمسجروا صلاة كليلوش كيزيوش كم يسجروا ليلة يعني رمضان لا يمسجروا ليلة لا يمسجروا صلاة ليلة وراثة شهر ليلة ثانية كم يسجروا صلاة إيه فضيلة له رمضان لا يعلم أصلا فضيلة له درجة له كفى له درجة عندي له مزية من الأيام له الأيام مكاتم كذا هنا من الأيام فضيلة كم يصيو نجرات في السؤال عندي إيه حديثنا إيه مرسلين عليه صلاة إيه حديث من قالوا من قام رمضان يعني ورمضان يقوم كل كان أصلا مقوم كمن رمجة نرتين عليه صلاة صام يا رمضان مقوم رمضان ليلة مقوم لبتشون التراوت أتنا منالو بينهم إيمان واحتسابا هنا فالله عمنا اللي لم عجر فلو بحساب أدرقوك هنا غفر لهم ما تقدم من ذلك تليلو تشبه ثلية وانجلين يحسن تليلو سكناتوش لي لم يستقلوا لليت وراتوش غفر لولا ما تقدم من ذنبهم إلا أن نتقلت هي نتقلت يا ليلة يا رمضان ليلة بتشاس يكون يا رمضان هنا لذي هي فضيلا نتلقى المتفقون عليه ومعنى قوله يا نجر مالد إيمانا إيمانا ما لتاتش ملكتين عليه الصلاة والسلام رمضان يقوم إيمانا تسير من مالتنا كتب عليه إيمانا بالله بأ الله آمنوا مالتنا وبما أعده الله بزق الجونة عنه من الثواب تمندا للقائمين لم يقوموا سوج ليلة رمضان ليلة لم يقوموا سوج يزقاتهم أعده الله يزق الجو من الله من الثواب من دا أجر الله يعني من دا آمنوا مالتنا من دا ونم آمنوا بقيتهم بأ الله آمنوا كلتم يعزنوا لتم يعزنوا من قام رمضان رمضان يقوم من هو إيمانا إيمانا ما لتنو إيمانا بالله بالله عنه يتوحيد بعد بيتونه الله سبحانه وتعالى أمن بعد ونجره له عمله عندهم دم وبما أعده من الثواب عندهم الله سبحانه وتعالى كاري قبونا يعز قاجون هنا ثواب من دم لتنا للقائمين رمضان لكم له نسوج ما لتنا يعني بردتم عمله كسجد ما لتنا ومعنى قوله واحتسابا ما لتكتوس ملكنا عليه من قام رمضان إيمانا واحتسابا سيلوس إيمانا نجري أوكن من داو الله سبحانه وتعالى قال من دا بذا من دا عمنو كان من بس من داو كان من بس أي سرهم من أرجل الله كان من بس بيجلس كرو من داو ما على من بس بيل أي تكمه ما لكن أي تكمه بعض اللهم كان من أي تكمه مكات بعض الله على منه مش ليك فرطة أي تكمه منه من اللي نعمل فرطة أي تكمه منه واحتسابا في بلد من مارك يتفلق بس في حديث لا كتب على أي ما لتنو طلبا فلقو للثواب عجر فلقو لثواب الله يا الله سبحانه وتعالى عجر من دا ما لتنو بس راو من دا فلقو لم يحمله يعني النساء توصيهن
አላ ዛሊከ በዚህ ነገር ላይ በመስገዱ ላይ ወይም ደግሞ አጅሩ በመፈለጉ ላይ ሪያኡን እዩልኝ፣ ወላ ሱምዓቱን ስሙልኝ፣ ወላ ጠለቡ ማል ገንዘብ ፍለጋ፣ ወላ ጃህ ወይም ደግሞ ክብር ፍለጋ ይህን ነገር ካላነሳሳው ይሄ ዋህቲሳብ አደረገ ማለት ነው። ይህ ነገር ሳያነሳሳው ገንዘብ፣ ክብር፣ ሪያ እዩልኝ፣ ስሙልኝ ምንም ነገር ሳይገባበት ይህ ነገር ሳያነሳሳው ሰዋቡ ከአላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፈልጎ መቆም ማለት ነው። ግልጽ ነው። ኢማንን ዋህቲሳብ ኢማንን አውቀናል፣ በአላህ አምኖ እንዲሁም ደግሞ የተቀመጠለትን አጅር አምኖ ማለት ነው። አጅር አለው ብሎ ያ የተቀመጠለትን አጅር አምኖ መቀበል አለበት። ሁለቱም ማመን ኢማንን ይባላል። ዋህቲሳብን ሲባል ደግሞ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ለዚች ለሚቆሙ ሰዎች ያስቀመጠው አጅር አለ፣ ያንን አጅር ፈልጎ ማለት ነው። አጅሩን ፈልጎ ያ አጅር ሲፈልግ ደግሞ ለም የሽሚልሁ ያላነሳሳው ሲሆን አላ ዛሊከ በዚህ አጅሩ በመፈለግ ላይ ሪያኡን ወይም በመስገዱ ላይ ማለት ሪያኡን እዩልኝ ከሆነ ስሙልኝ ካለ ጠለቡ ልማል ገንዘብ ፍለጋ ካለ ወጠለቡ ጃህ ክብር ፍለጋ ካለ እሕቲሳብን የሚባል ነገር የለም። ስለዚህ ምን እንደሆነ አይገኝም ማለት ነው። ምን እንደሆነ አይገኝም። ስለዚህ ኢማን ወእሕቲሳብን ይሄ ነው ትርጉም። በደንብ ወቋቸው እነዚህ ነገር ብዙ ጊዜ ኢማን ወእሕቲሳብን ትርጉም የሚጠፋው ሰው አለ። ኢማንን በአላህ አምኖ የተውሂድ ባለቤት ሆኖ እንዲሁም ደግሞ በተቀመጠለት አጅር አምኖ ወእሕቲሳብን ደግሞ የተቀመጠለትን አጅር ሂሳብ አድርጎ ፈልጎ ማለት ነው። ሂሳብ አድርጎ ሂሳብ ማለት እኮ የሆነ ነገር መፈለግ እኮ ነው። አወራርዶ ያን ነገር መፈለግ ባይሆን ያን ነገር ሲፈልግ አጀሉን ሲፈልግ ምንዳው ሲፈልግ ወይም ደግሞ ሲሰግደው ያ ነገር ያ መምጣት የለበትም። ስሙልኝ መምጣት የለበትም። ገንዘብ ፍለጋ ለሆን ሊሆን ከሆነ ዋጋ የለውም። ክብርን ፍለጋ ከሆነ ዋጋ የለውም። ወቅያም ረመዳን አንዳንድ ምክንያት የሚቆም አለ። ተራዊህ እኮ የሚሄደው ረመዳን የሚቆመው እኮ እሱ ጎበዝ ነው እንዲባል ነው፣ በቤት ቀረ እንዳይባል ነው። እንዴ ከጓደኞች ለምን አንሳለሁ ይላል። ይሄ ኢማን ወሕቲሳብን ጎሉታል። ይህ የሚያደርግ ሰው እንዴ ከጓደኛ አንሳለሁ፣ እኔስ ለምን አልሄድም፣ እኔስ ለምን ቤት እቀራለሁ፣ ለመዝናኛ ወይም ደግሞ ስራ በዝቶበት ከስራ ለማምለጥ። እንደዚህ ከሆነ ዋጋ የለውም። ኢማን ወሕቲሳብን ምን ኖር አለበት። ለዛ ነው ማንኛውም የሸሪዓችን ስራ እክላስ ሙታባዕ መኖር አለበት። ግድ ነው ለረመዳን መቆም ብቻ አይደለም። ጠይብ ወቅያሙ ረመዳን ረመዳን መቆም ደግሞ ረመዳን መቆም መን ካነ ረመዳን ሲባል እዚህ ሐዲስ ላይ ቅያሙ ረመዳን የሚባለው ነገር ሻሚሉን አጠቃላይ የያዘ ነገር ነው። ሊሰላት የሰላቱ ስንድ አጠቃላይ ፊ አወሊ ሌሊ በሌሊቱ መጀመሪያም ላይ ይሁን ወአኺሪ መጨረሻው ላይ የሚሰግድ ሁሉ በአጠቃላይ ሁሉ አጠቃላይ የያዘ ነው። መን ካነ ረመዳን ሲባል በቃ ረመዳን የቆመ ሲባል ሌሊቱ መጀመሪያም ላይ ይሁን መጨረሻም ላይ ምሳሌ ሌሊቱ መጀመሪያ ላይ ተራዊሕንም ቢሆን ሌሊቱ መጨረሻ ደግሞ ተሐጁድንም ቢሆን ሁሉም ያጠቃልላል የሚሆን ምን ቃመ ረመዳን በቃ ረመዳኑ ከሌሊቱ መጀመሪያም ላይ ይሁን መሀል ላይ ይሁንም መጨረሻም ላይ ይሁን የሰገደ ሁሉ ይገባል። ምሳሌ አንድ ሰው ምን አደረገ? ተራዊሕ ሰገደ። በቃ ሌሊት ቆሞ አጅሮበት ምን ቃመ ረመዳን የሚባሉት ይገባል። በሌሊቱ መጀመሪያ የሚሰገደው ማለት ነው። ወይም ደግሞ ተራዊሕን አሳርፎ መጨረሻ ላይ ሰገደው ይቻላል። መሀርም ላይ ቢሰግደው ይቻላል። ዋናው ሌሊት መስገዱ ነው። ወይም ደግሞ አይ መጀመሪያ ተራዊህ አልሰገደም፣ ከዛ በኋላ ተሐጁድ ሰገደም። ተሐጁድ ወንባት አንድ ሰው ከእንቅልፍ ተነስቶ የሚሰገደው ሰላት ነው ማለት ተሐጁድ ይባላል። እና ተሐጁድ ሰገደ ይቻላል። ምን ቀመ ረመዳን ይገባል ማለት ነው። ብቻ ሰውዬው ረመዳን ላይ ምን ያድርግ? ይቁም። በሌሊቱ ክፍለ ጊዜ ተራዊህ የሚሆን ከዛም ቤቱም ላይ ይሁን ቤትኛውም ሰዓት ላይ ብቻ ይስገድ። የሚሰግዳቸው ሰላቶች ሁሉ አጠቃላይ የያዘ ነገር ነው። ምን ቀመ ረመዳን ሲባል ማለት ነው። ይሄ ሁሉ አጠቃላይ ሻሚሉን ብሎ ማለት አጠቃላይ የያዘ ነው። ሊሰራቸው ሶላቶችን ባጠቃላይ ረመዳን የሚሰገዱ ሶላቶችን ባጠቃላይ በህን በሌሊት ማለት የአወል ሌሊ የሌሊቱ መጀመሪያ ይሁን ተራዊሕን ይመስል ወአኺሪ መጨረሻ ይሁን ተሐጁድ ይመስል ሁሉ አጠቃላይ ያለ ነው። ወዓላ ሃዛ በዚህ ላይ ፈተራዊሕ ተራዊሕ ማለት ነው የቅያሚ ረመዳን ይሁን እዚህ ላይ ነበር ከረመዳን ከመቆም ይገባል ማለት ነው። ስለ ተራዊሕ ብቻ የሰገደ ሰው ረመዳን ቆሞ ሰገደ ቆሞ አደረ ማለት ይቻላል። ተራዊሕ ሶላት ከምን ይገባል? መን ቃመ ረመዳን የተባለ ውስጥ ይገባል። ከሌሊት ሶላት ይገባል ማለት በጣም ባጭሩ ይሄን ያዙ ይሄን ያዙ። የሌሊት ሰላት ሲባል ይኸው ተራዊህም የሌሊት ሰላት ነው፣ ዊትርም የሌሊት ሰላት ነው፣ ተሐጁድም የሌሊት ሰላት ነው። ስሙ ከተለያየ ነገር አንጻር የመጣ ነው እንጂ ሁሉም አንድ ናቸው፣ ሁሉም አንድ ናቸው። ተራዊህ የተባለው አንድ ሰው እረፍት ወስዶ የሚሰግደው ስለሆነ ነው። በመሀል ይሰግዱ የተወሰነ ከሰገደ በኋላ እረፍት አለ። የተወሰነ አራት ርካዎች እንደዛ ከሰገደ በኋላ እረፍት አለ። እረፍት ተወስዶ ትንሽ ትንሽ ከተሰገደ በኋላ በእረፍት ስር የሚሰገድ ተራዊህ ይተባለ። ከእንቅልፍ ተነስቶ አንድ ሰው ከእንቅልፉ ተነስቶ የተወሰነ ይተኛና ከእንቅልፉ ተነስቶ ሲሰግደው ደግሞ ተሐጁድ ተባለ። ነጠላ ነጠላ ቁጥር አድርጎ ስለሰገደው ደግሞ ዊትር ተባለ። እንዲህ ከእንትኑ አንጻር የተለያዩ ስሞች ናቸው እንጂ ዊትርም እንበለው ተሐጁድም እንበለው ተራዊሕ እንበለው ምን ተብሎ ይጠራሉ? ሰላት ሌይል ይባላል። የሌሊት ሰላት ይባላል። የሌሊት ሰላት ይባላል። ይሄ እንዳንሸው ሁሉም ጊዜ ሰዎች የተለያዩ ይመስለዋል። ተራዊህና ተሐጁድ ሌላ ሌላ ዓለም ይመስለዋል። ወይም ደግሞ የሌሊት ሰላት ሲባል ተራዊህ የሌሊት ሰላት የማይመስለዋል። ስለዚህ በዚህ ጋር ምን አሉ? ወዓላ ሃዛ ስለዚህ በዚህ አንጻር ፈተራዊሕ ተራዊሕ መስገድ ተራዊሕ መስገድ ምን ቅያም ረመዳን ረመዳን መቆም የሚለው ውስጥ ይገባል ማለት ነው።
فينبغي ያስፈልጋል ያስፈልጋል ይገባል አለ فينبغي ይገባል ይገባል على حرصه መጓጓት عليها بتراويح لا مات بتراويح لا مقاقوات يستلقان ولعتنا تكرة نفسها بها بتراويح لا بسها بتراويح لا تكرة نفسها يستلقان فلان يستلقان فينبغي يستلقان بتان سوى تيزان قالوا هناك الحرس حرس يستلقان قد ما لدي عليها بتراويح لا واندوج سيدو 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 يزانا ويجبان بس رمضان لا مات رمضان لم نجب للسر بكار البلاي رمضان لنا انت ولو لهلهم يخير ورنا يخير ورنا سلازي ان انتم كفلاتهم كذكرهم كصومهم يا من تسجد بقى لك ان نجيب لك بيت ما استكاك اللي بيتها تكون تربع التبا يا عند عبارة ليش حساب قال قل وان نوت ان اللي يعمل تاك تبا ليش يوتيوب صلاة مسجد تراويح مسجد يليلي صلاة مسجد يعمل تاك تبا من سي سلازي تكون تلسطة تجبا عبادة مستربة بس علي نورات تجبا القرآن اللي تكرار بس ساعة نورات تجبا ذكر طوات ما ساعة ذكر مثل بس علي نورات تجبا سنة صلاة الكبرياء بعد يعني مستربة بس علي نورات تجبا ሌሎች ስራዎቻቸው ቤቷ መሰረተ ስራዎች በዚህ ከዛ በኋላ የሚሰሩ መሆን አለባቸው። ትልቁ ፕሮግራም ያለ መኖር እኮ ነው እንጂ በተመሳሳይ ፕሮግራም ካስያዙ ለሁሉ ይበቃል። ለሁሉ ነገር ማድረግ ይቻላል። ሰላት ሰግዶ ሱና ሰላት ሰግዶ የሚጸዳን ቤት በሚሰገድበት አንተጠራ እኮ ነው ይሄ የራሳችን ግን እንጂ የስራ ቢዚነት አይደለም። የስራ ቢዚነት አይደለም። ሰዓት ማመቻቸት ለሰላት ሰዓት በቃ የኢባዳ ሰዓት ኢባዳ ማድረግ በቋንቋ ቁርአን ደግሞ እኮ ሰዓት አልበቃኝ ይላል ብዙ እኮ አሁን አይታችሁ ዒባራ ላይ እናተነከም ለምን አትቀራብ ለምን ሰዓት ይለኝ ይላል والله ሰዓታችን እኮ በረካ ያጣው ከዒባራ ስለተዘነጋ ስለተዘነጋ ነው ሰዓታችን ያኒ በሰዓታችን በዚክር በዒባዳ በቁርአን መቅራት በረካ ያኒ ጊዜያችን በዛ ስለማንጠቀመው ጊዜያችን በረካ አጣ ዝብሩ ወዴት ላይ ጉድ ጉድ ስንል ጊዜው ያለ ያን ስንል ያን ስንል ያን ስንል እዛ ስንል ስንገባ ስንወጣ ሰዓት ያልቃል ግን በዒባራ ላይ የሚጠነክር ሰው عبارة لي صلاة لي ذكر لي صلاة لي أنكر من سو يجب الله بركة يقدر في اللبن سراوكم الله سبحانه يقدر على اللبن يقول لا الله ما يقوم دين عبارة الله الله عند بزوان الله كالسلال نقروا يقدر على اللبن بنت عبارة كلا بدل يفلد انسرى لي بالنوات بركة يكون جيجاج من بركة يكون مسرع من بركة يكون قرآن يتقرن يتوسنا سعد سراو للسرع حقيقة الله سبحانه يقدر على اللبن سلزي كل نجر سأل الناس يتقبل برمضان إذا تريش يدوش تكرات يسألك عن برام فينبغي يسألك عن الحرص وتكرات يعني قوكوت مالتنا وعليها بالتراويح لي ولي اتنا عندهم دمو مالتنا وتكرات يسألك يتقبل بها بالسؤال مالتنا واحتساب عجر مفلق والاحتساب مفلق على عجر عجر مفلق والثواب من ده من الله كالله سبحانه وتعالى عليها بالتراويح مالتنا بالسؤال مالتنا بالسؤال مالتنا مالتنا يسألك ممكن يسألك إنما الأعمال بالنية بالسرعة بالنية لك أنا متابعين نجد بالنية لك أنا متابعين مالتنا ليس نيه انا صراحه كنت ذكر لي ارجو منك لو اجرنا تنش اجر لي اسكن لي مثل انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى يا نيه تمام ما كان بنيه قبلت انه يستغفر الله انه نيه انا استقاكل نيه انا صلي والاعتناء بها واحتساب اجر يعني احتساب ما ادري ما فلك ما طالب ما احتساب اي طالب ما فلك من انا اجر اجر ما فلك دموز ما لكني والثواب من ده مثلك من الله كالله سبحانه وتعالى عليها الصواب الذي بسروا عليه ما حدث بسروا عليه يفسر لك وما هي الصواب قائد لكم وما هي الصواب قائد لكم إلا بهون انجي ليالي ليلتوش معدودة يتقدر تنش ليلتوش بونجي ليلي جلدو مالي مكاسم يهتراوي مسكر ويدوما رمضان يبارو نجر تنش كناتوش ناجو ثلاثة كناتوش ناجو سبحان الله ثلاثة كناتوش ناجو ميرز مدبس قوان لا هي عيلة الله ميرز مدبس جو مجنو مجنو ميفتا قول لي تيكال سنت كنو زاري لا حول ولا قوة إلا بالله سنت كنو من زاري إنه مجنو إيد مش لو يفتاو جنك كميلوان الله سبحانه وتعالى يا راندي رانت جنك كميلوان جنك مكاتم كسوس لم سوسو لكونو يمت سيجار سوس هالبت هما دا تفتو يا ودا سوسو لمن شاف سوس هالبت يا ودا زال لمن حرام ميسرام سوس لكن دا ودا حرام لمن مكاتم رمضان لعين مجو عين مجو مكاتم رمضان ليتو الله فرطو عيد اللمه الله فرط رمضان لك بيتو كرمضان موتشي يتو نبر كرمضان موتشي يعني ونجل لما فرات لما فرات بلو اي تنقوم اي تلقم اي حسب النبر لازانو كسر فش ما كان من يالو كرمضان بوهالا يونا ونجل هاكومو مالك كرمضان بوهالا يعني ونجل يسرعونا لما اللبس بس يعني عصبو ميس امسو قومو واقع اللو ميسي يالو ما سرعو يعني قومو واقع اللو كاتن رمضان لا يتو موال سراو يعني مرتو سراو يا قومو نقر بن بنية من بلو رمضان بوهالا عقينيو اللي تنهي تلبني بلو لكن لزا يونا يتبان رمضان ينجل يونا ስለዚህ ልጅን ቀን ይገባል ረመዳን ልንጠቀምበት ይገባል ወማህየ እነዚህ ረመዳን ቀናቶች አይደሉም እንደውም ተራዊህ የሚባለው እኮ ተራዊህ የሚሰገረው እኮ አይደለም እነዚህ ቀናቶች አይደሉም ኢላ ለያሊን ለሊቶች ቢሆን እንጂ
ማዕድ ውደት የሚቆጠሩ ትንሽ ሌሊቶች ሊሆኑ ይችላል አይደለም። ስለዚህ ሌሊቶቹ ልንጠቀምባቸው ልንቆምባቸው ይገባል። ሰራዊ ልንሰግድ ይገባል። በነሻጣ ينتهزها متكلم بس يقول المؤمن مؤمن هنا كان العاقل عاقله بس نفسه متكلم قبل بفيد فواته كما عملتنا كما نفوا بفيد متكلم بعد يوم يتقبل مش أنا في نفسه اللي لا يدلهم وما هي النجي كناتوش يدلهم النجي اللي تراويش مسجد بس كناتوش وانت ما تقال يا رمضان كناتوش اللي ليتوش يدلهم إلا بهونج ليالي اللي ليتوش بعد وجدت انت كنت مش بتعطي التوبه ثلاث عمر وانما حاجه كانت ناقص لا يدلهم ينتهزها ليتقنباته ميجبو المؤمن مؤمن هناك على عاقل العقل يالو عقله بتكتل ميسرالك هناك ليتقنباته ميجبو هم قناتش ناس قبل فواتها كما ملتو خلاص كانوا كلفه يعملتها كتا رمضان ولي بتاني ولا بتاني فما اللي درست بت رمضان بالجد والاجتهاد هنا صوم تعدل بعباره لمن كان سنه لتوبه لا استغفار لا قران بنقرا لا رمضان واستغفار ونصوم صدقه بنصلي خير بنمزات لا صومهم شنو بنصبر لا እነዚህ ነገራቶች በማድረግ ሊቀዳደም ይገባል። በዛ ነው የቀብር ሰዎች ተመኙ ቢባሉ እስኪ አንድ ሰው ከሰለፎች ባህል እንዲህ ያለ ከቀብር ያሉ ሰዎች አንድ ሰው አሁን እስኪ ዱንያ ላይ ካለ ነገር ተመኙ ቢባል አንድ ቀን ረመዳን ዱንያ ላይ ተመሽ አንድ ረመዳን ባገኘሁ ይላሉ የሚሉ አሉ። ከሰለፎች ማለት ይህን ያላል። ስለዚህ ጥቅሙን ስራወቁ ነው። ወይን ሺተ ኢነማ ሱሚየት የተጠራችሁ ኢነማ ሱሚየት يتطرحوا من تراويح تراويح تبع يتطرحوا قال تراويح يتبالچوا لان الناس الكراتن سوتش قالوا نبر يقيلونها يحرزومات نبر جدا بتقام يحرزومات نبر فكلما صلوا بسجدوا قدر اربع ركعات عرفت ركعات بسجدوا قدر استراحوا رفت يوصلوا قليلا تنش رفت يوصلوا كذا رفت توصلوا من تراويح يتبالوا تراويح تراويح يتبالوا كذي كرفتوا رفت كما وصلوا قال وإنما سميت يتطرحوا تراويح تراويح تبع يتطرحوا لم ذنك ترى لأن الناس كانت مسوج كانوا نبر يطيلونها يحرزمات نبر جدا بقى يحرزمات نبر سيسبروا مع التراويح فكل ما صلوا بسجدوا قطر أربع ركعات يحرزمون لك عرفت ركعة بسجدوا قطر عرفت ركعة سيسبروا عرفت ركعة سيسبروا استراحوا عرفت يوصلوا قليلا تنش مالت عرفت يوصلوا عرفت يوصلوا كزي أنت عرفت يوصلوا تراويح مالت جمع ترويحة ترويحة ميلوك على عبجي قطرنا ترويحة عرفت مرات عرفت مصرف عرفت مصرف كذا يمتع عرفت مرات سلم يسلو فانا شرفت يوسف نبر كذا عرفت توصلو تراوي حتاب عليه. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا الله مرتين عليه الصلاة والسلام أول من سن الجماعة أول مجمع من سن يدنقق الجماعة بجماعة مسجد ما يسنو في صلاة تراوي في صلاة تراوي بجماعة مسجد مجمع يدنقق مرتين عليه الصلاة والسلام نجم المجمرة هي صلاة التراويح بجماعة مسجد يتنققوا ما أنه من الكنين عليه الصلاة والسلام عليكم إيه هنكري بالنزل طبو شاي سنة حسنة عيالو تراويح صلاة دميان طبو شاي تلك هنا رد مثالي موليد يكبر طوي ينقل بيدع نسيبال انديه بيدع كوب بيدع حسنة بيدع سيئة عيسال إنا عنديت نسيبال إيهو تراويح الوصل يولان تراويح من الانو بيدع حسنة نويلالو ليه سوش من معك لا شوهيك كمتن جسك تلرس يدرسان عندي عندي مالك عنديت من الكنين عليه الصلاة يتنققوا بيدع لبال مشلو برعاسان ليبال مثل فسياتون بصلاة التراويح مجمري لما دقوت مالنا شو ملتين عليه صلاة السلام ناجم بما هل تقارتوا عمر عمتا عمر نعمة البدعة هذه يا لاز قل عمر عظم يدن القذات عمر عظم يمتا ملتين يونا شو يو النيو كتاي بالو حديثنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم ملتين عليه صلاة أول من سن الجماعة بجماعة مسكد يدن القذو سن ما سيدن القذو سنة يدرقوت مالتنا بجماعة مسكد في صلاة التراويح صلاة التراويح بجماعة مسكد يدنج يقوم بجمع ربيات كما تقول ملكين عليه صلاة السلام نجم بسوا شيء نعم عمر اللي مسرعته عليه لا عمر بها لأنه تجد يدرق ملكين عليه صلاة السلام فرط ان دا يدرق كتقو بها لتوت كذا يعني يتوت نقر ملكين لك وموت بها لا مثل موسع وردم كهون بها لفرد يدرق فرد يدرق لميبالو نقر سرطه وكدبرو عمر بعد جسامك كذا انا بدا عالم من حيث اللغه القران قران صار نونجي عديش بشرعي ليل من نغير عدل الملك يوم دنجي قوة سجده وتعالى سجده تراويح هنا عديش يمتع نغير عدل الناس من دنجي رسم عليهم هي صلاة التراويح في المسجد المسجد لون مارتنو ثم كذي يوم بها تركها ملك يوم توت توت خوفا فرتو مارتنو من ان تفرض فرد انده يتدرك انده يتدرك مارتنو على امته بأماته لا فرد انده يتدرك فرتو يتوت انجي بجمع يدنقوت ملك عليه الصلاة والسلام عليكم ففي الصحيحين بخاري ومسلم بتذكروا حديث بخاري ومسلم تذكروت عن عائشة رضي الله عنها كعائشة بترى لها حديثنا بخاري ومسلم كعائشة يعني كعائشة تذكروا بتذكروا حديث لي
أن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه الصلاة والسلام، صلى في المسجد، مسجد لا يسجد، ذات ليلة كالتات عندك صلاة التراويح المسجد لا يسجد، وصلى بصلاته، وصلى سجد بصلاته بملك تنيا الصلاة مارتنا قتلوا ناس سووا سجدوا بس حتى الصلاة مارتنا حتى شي سجدوا نتوا كملك تنيا الصلاة كأبرو سجدوا صلى في المسجد ملك عليه الصلاة والسلام المسجد لا يسجد ذات ليلة كالتات عندك، وصلى سجد بصلاته بملكتينه الصلاة مالتنا بملكتينه الصلاة قتلوا ناس سووا قتلوا كملكتينه وقع سجدوا مالتنا كملكتينه وقع سجدوا ثم كذيهم بحالة صلى سجد من القابلة بكت أيونك أن سجدوا بكت أيونك أن سجدوا مالتنا ثم صلى من القابلة كذيهم بكت أيونك أن سجدوا وكثر الناس سووش بتعمت سلسهو بتعمت أيو مكان دولة اليوم كان أتسجروا معلتنا من جمران كان أتسجروا واتشو من جمران كان سلسي سجروا سووش بتعمت صلاة كتلو سجروا بولة اليوم كان اندزيو ثم صلى من القابلة بتعمت أيو مكان سجروا وكثر الناس سووش بتعمت بزو ثم اجتقوا كزم تسبحسبوا من الليلة الثالثة أو الرابعة بس وستنيو يعرات اليوم كان لما جمران كان أتسجروا يولة اليوم كان أتسجروا كذا بسوستينيو كان بتعام سووش بزو وين دوما سوستينيو أستدرو بارات تينيو كان بتعام سووش بزو بولا تري واحد في المتنة في أوك لأنا وين دوما شكت راوي نيو انجل بسوستينيو وين بارات تينيو كان لاي فلم يخرج عرود أمر تينيو عليه صلى الله عليه وسلم إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورنس عرود بسوستينيو بارات تينيو عند نيو كان أستدرو بلت نيو كان أستدرو بسوستينيو كان عرود وين دوما عند نيو أستدرو بلت نيو أستدرو بسوستينيو أستدرو بارات تينيو كان عرود من الثالثة أو الرابعة فلم يخرج على وطن ملتين عليه صلاة إليهم ولا الناس ولا النبي ولا السماء سبو سوج رسول الله صلى الله ملتين عليه صلاة صلاة فلما أصبح لك بعنا الجديد قال عندي على قد رأيت برقت قايد شاله الذي صنعتم يا يسراتهوت ما تيسراتهوت يعني ما السبع سواتهم لسراة التراويح بلاتهم ما السبع سواتهم عيد شاله سلايك رجار لم سلاوك رجار لم فلم يمنعني قلال كلكلين من الخروج لموطات إليكم ولن أنت لموطات نامت كي لا تقدراتي ومن مالك لكلين إلا بهون إنجي أني أني خشيت فرجة بهون إنجي أن تفرض عليكم بل ننتهي فرد الدرجة باتربية فرجة لن أنت أعزيني إنجي يكرهوت فرجة لنم أن لن سويت أن لن نبوث عين بسبالو سويت ملتينيو عليه الصلاة والسلام أو قريتو سويت مرست يعني رستو يتوت مصراتو ملتينيو عليه الصلاة والسلام اللي كسر تصاتي من دمو يونا تعارنا يونا ملكتنا قرم ورغورو على التبرا ولو اللي كسر تصاتي هيدون كذا ما يتنى عليه صلى الله عليه وسلم بنقاطة ومتهم منالو يعني عندك أنا أستقر هلت وين دموس بس كان أستقر كذا على بنقاطة بارتين يقول وين دموس بسين يقول متهم بنقاطة منالو فلما أصبح بعنا الجوف ساعة منالو فلما أصبح قال إني على ما يتنى عليه صلى الله عليه وسلم هذا رأيت برك أي تشالوكو الذي يا صنعتم ما في سراتو يتنكو ما سبع سبع شو أي تشالوكو من تعرفشو تراوي للسجدو فلقاشو كني جرب هذا السجدو فلقاشو من تعرفشو أي تشالو يسراتو يتن فلم يمنعني أني لما يكركرين قريلا من الخروج إليكم ولن أنت كموفعتنا كما استجد يكركرين قريلا إلا بهون إنجي أني أنا خشيت فرشي بهون إنجي أن تفرض عليكم بلنا أنت لا يفرض إنجي هون إذا نقر الله سبحانه وتعالى عندي سند لكم وإنجي بل أمن تسند الله بلنا أنت لا يفرض إنجي هذا دوك إذا بل إنجي كبتك يعني بيجي فرشي إيك أبه وتعالى قال راوي من على وذلك يم يهون في رمضان رمضان نبر كرمضان وش عيد اللمن رمضان لا يمهين جاي تدرجه وسري تراويح لا معناته تراويح سري إني تراويح بلا من تراويح صلاة ما سري رمضان لا مرتين وعليه صلاة صلاة ناتشو بجماعة صلاة تراويح عبروا مسجد يدنا الجوت معناته يدنا الجوت صلاة يوم ناتشو وعن أبي ذر رضي الله عنه كأبي ذر من دخل الفو أبي ذر الغفاري رضي الله عنه فسون دخل الفو من على صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نتنى عليه الصلاة والسلام قال من على فلم يقم على القوم الذين بنيا مالتنا حتى يبقى استكار درس سبع من الشهر كور سبعة كان استكار درس كور سبعة كان استكار درس النبي صلى الله عليه وسلم على السجدون مجالا تراوحنا مالتنا يلي صلاة على السجدون كلهم براسو يسجد مالتنا اللي جيت براسو يسجد فلم يقم بنا كما نتنى قال صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كما نتنى قال صمنا فلم يقم بنا كن يقالكم حتى يبقى سبع من الشهر كوروا سبع كان وروا ليالك رمضانوا ليالك سبع كان كي كروا درس كذا درس من الكنية عليه الصلاة والسلام من على الربونم على السجرونم على سبع كي كانوا درس أي ليلة الثالثة وعشرون معنا اسك حياة سستنيو كرمضان اسك حياة سستنيو لديش درس على السجرونم على سجرونم وروا ملوك على درقنم
7 كان في كارو سيبان من سنتو حياة سوستنجا وليجيت مرد فتو حياة سوستنجا وليجيت بزت من ملك نو عليه صلاة والسلام على السجر موندو من رمضان 7 كان في كارو دوت على السجر موندو فقال مدينة كزام قوم ملك نو عليه صلاة والسلام اي حياة سوستنجا وليجيت مرد نو اندو مو 7 كان في كارو حتى ذهب اسكي قوم درس مرد نو صبح الزيلي يريدو عند سوستنجا وسكي هدر يريدو عند سوستنجا اللي تو 12 ساعه مالك 12 ساعه لسه استكفلت على الطرفات مكاتب لسه الصوف يعرف من دون 12 ساعه فدي عرفت ما سيدي عرفت ساعتنا كعرف ساعه بلاي درس استجدون الى انت لو جيت اللي تو عند يعني رمضان ليك عند 7 مشكل ودم 23 يوم ليله ليه مالك فقام لنا حتى ذهب ملك عليه الصلاه والسلام بيننا لا يقوموا مالك نو استجدون مالك نو يعني اسكن من جدي حتى ذهب سيدي في الليل اللي تو عند 23 في الجو الدبر استجدون لازم ارجو مالك ثم كذلك لم يقوم على قوم النبي عليه الصلاة بنا بنا مكاكل على سجر من مالتنا في السادسة سدس كان سيكارو يعني بمعنى هاي عرادتين يوك المالتنا يا رمضان هاي عرادتين يوك ال على سجر من مالتنا ولما رمضان سدس كان سيكارو سدس كان يوك ال بنا على سجر من يعني على سجر من كون مالتنا ثم قام بنا كذلك بمع سجر من قوم لنا في الخامسة عمس كان سيكارو هاي عمس كان يوليكي مالتنا حامس تيوليلي ليلي كانوا دوم عمس كان في قرو عسجروا الملثم لها سدس تنياو يعني سدس كان في قرو دوم بها تنياو على متن ايو بها سبات كان في قرو دوم حا سوس تنياو لاي عسجروا نال يليلي تو عند سوس تنياو في هيدر بها سن تنياو بها عرات تنياو وين دومو سدس كان في قرو دومو على عسجروا نال قرو بنا لين كذا ملثم ثم قام كذا ملثم عسجروا بنا بنيا مارتن قوموا عسجروا في الخامسة عمس كان في كارو ويندمو بخام مستنيو لليل لين دمو عسجروا نال كمن جي حتى ذهب في هجرة شطر الليل يليل تو جماش مال شطر مال عين نصفه نصفه يليل تو جماش سكيدر عون دمو تمر على دمو مالتنا عمس كان في كارو دمو تمر على دمو عسجروا نال كذا فقلنا أنا شوال يا رسول الله يا الله مرتين يا هوي لو نفلتنا عنده وش أمره اللي بقية ليلتنا يكرم لي تاشن عندي إسكن جماش لها سجر واجب أمس كذي كرم عنده بدون بهام تين يوم ليلتنا إسكن ليلت جماش لها سجر واجب بدون منعلو عنده ليلت بتشرسه فجماش ليلت أمر على الجهن ده بتحس جدنا الواجب دي أصحابه بالخير يا الله شو نبغى إنيا تمشكو تك تك على عندنا بطلك سبحان الله حاسس ترى كأنه تك 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 إيه عند الدورة ما تقول الله عايز سنتي كارل بك بيجي عندنا بك تقول الله عايز كارل كوضوها يعرفون بك ولا ودي بيبس لك أهنا ما هم ولا ودي بيبس كل الله ده أهنا ما هم أهنا ما هم تك تك نمشي جالك قمبس قمبس كنام هم يكبرون ولو ما صار عند ركع عند عند بيجي راس ولو ما بيمشي بيمشي بيجي تكرار فلو صار عند ركع يكبرون دي صعبوش نعرفهم يريدوا جماش وسجدوا على راسه منالو يا رسول يا الله ملكنا يا هوي لو نفلتنا بقية ليلتنا عنده يقرروا ليلتنا نفلتنا ما تكتم بتشمر لين معلنا بقية ليلتنا اتشم يقرروا ليلتنا بتشمر لين بتاع سجدنا بوج ليلتنا هذه اتش ليلتاكن بتشمر صندوق بتشمر بتاع سجدنا له فقال النبي صلى الله عليه وسلم ملكنا عليه السلام يجي زمن له انه من كان يقوم سو مع الامام كامامك حتى ينصرف امام مسكي شرس درس معناته حتى ينصرف مسكي شرس درس امامو غير يقوم سو عبرو غبطو عبرو يقوم سو مسكي يوت درس معناته كتب له لسو يقاف لتن قيام ليلتين ليلت مولو اند تسجد يقاف لتن ليلت مولو قيام ليل ليلة ليلت قوم على بك من قام رمضان يعني لو استي قبل درس ابشرو يفتقال معناته እስከዚህ መስከረም ከኢማም ጋር አብራችሁ አብረን ገብተናል አብረን ሰውን ተግደናል ስለዚህ ከኢማም ጋር ይቆም ሰው ከኢማም ጋር ይስደር ሰው እስኪ ጨርስ ድረስ ማለት ከኢማም ጋር ይሆነ ሰው ያን ኮቲ ባለው እሱ ይጣፈልካል ማለት ነው ቂያሙ ለይለቲን ለሊቱ ቆማል ምን ቃመ ረመዳን እሚሎ ውስጥ ይገባል ያን ይጣፈልታል ብለው ማለት ነው አይኒ ሳስም አልዋጭ ማለት ሐዲስን ይህ ሐዲስ ይከተላል ማለት ነው رواه اهل السنن ይሱና ባለቤቶች ያን اهل السننዎች ይዘግበውታል ሊሰነድ ሰሂህ ቆንጆ በሆነ ሰነድ ዘግቦታል ማለት ነው ቆንጆ ሆኖ ሰለል ዘግቦታል ማለት ነው አቡ ዳውድ ትልሚዲ ዘግቦታል ማለት ነው ንሳኢ ኢብኑ ማጃ ዘግቦታል ከአብዛት ይዘው ማለት ነው ኢስናዱ ማለት ነው ሳሂህ ነው ኢማሙ አልባኒ ፊ ኢርዋኢል ገሊል ላይ ቆንጆ ነው ብሎታል ማለት ነው ሐዲስ ነው ስለዚህ በእነዚህ ወለድ ሐዲሶች ምን ይዘው አጭር ቆም ነገር ምንድነው የሌሊት ሰላት የደነገጉት መልክተኛው አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ናቸው በመሃል ተቋረጡ ለምን ፈርድ እንዳይደረግ ፈርተው ማለት ነው መጨረሻ ማን ይያደረገው عمر بن الخطاب ما لمدري عمر خيا يدرجو
ፈርድ ይደረጋል የሚለው ነገር ስለተወገደ ምክንያቱም መልክተኛው ዓለይሂ ሰላቱ ሰላም እኮ በዛ ጊዜ ፈርድ ይደረጋል ብለው የፈሩት ለምንድን ነው? ወሕይ ይወርዳልና ወሕይ ወርዶ ነው ግዴታ የሚደረገው። ስለዚህ ያ ፈርተው ነው የተውት። ስለዚህ በዑመር ጊዜ ደግሞ መልክተኛው የለም ወርዷል፣ ወሕይ አንድ አይመጣም። ምክንያቱም ጅብሪል መልክተኛው ከሞቱ በኋላ በቃ ካላስ ጅብሪል አይመጣም ወሕይ ይዞ ማለት ነው፣ ወሕይ የለም። ስለዚህ ፈርድ ይደረጋል የሚለው ነገር ስለሌለ በቃ መልሶ ነቢ ስ ላ ሲያስቸግሩት እንደነበረው ወደ መጀመሪያ ወደ ነበረበት መለሰው። ከታላ በሌላ ቀን ወጥቶ ሲያይ ሰዎች በጀማዓ ሲሰግዱ ሲያይ ኒዕመት ቢድአት ሀዚያ እቺ አዲስ ያመጣኋት ነገር ማለት ህያ ያደረግኳት ነገር ማለት። ምክንያቱም ከቋንቋ አንጻር አንድ ሰው የነበረ የጠፋ ነገር ህያው ካደረገው ያው ቢድአ ይባላል። ከዛ አንጻር ነው እንጂ ያለው አዲስ የተነገረ ነገር አይደለም ማለት ነው። ይ ይህን ከዚህ እንረዳለን። የዛሬ ቅራታችን ይመስላል። ሀላ ወሰላሙ አላ ነቢና መሐመድ ወአላ አሊህ ወሳሕቢህ አጅማዒን።